نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة صاد أو صنعة إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة، وما حكمه إذا كان غير مستعجلا؟ نعم، يعني بعض الناس إذا كتب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول قال النبي ثم يكتب صاد يرمز إليها إلى صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد لام عين ميم صرعا، كل هذا حرمان يحرمه العبد. أولا أنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به 10 حسنات، وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. ثم إنه إذا رمز صاد وجاء إنسان يقرأ ولا يعرف الاصطلاح، ماذا يقول؟ يقول قال النبي صاد، هذا غلط عظيم. أو يقول قال النبي صلعم، فيجعل صلعم اسما من أسماء الرسول، قال النبي صلعم. على كل حال العلماء كرهوا ذلك وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإما أن يدعها، والقارئ هو الذي يصلي. وأما أن يكتب الرمز صاد أو صلعم فهذا مكروه. نعم.